شوف تشوف الشمس. تذكر لما كنت أسهر أيام الاختبارات وقبل الفجر يجيك النوم ويجيك المو خلاص تبي تنام أو عندك أي شيء، ومن تطلع الشمس يطير النوم، تدري ليش طار؟ في خلايا في الجسم خلاص اسمها خلايا الاستيقاظ، إذا حست بنور أو من الشمس خلاص ينتهي وقت النوم والاسترخاء. أنا اللي أقصده يعني الأبناء ما تترك فيهم، ليس ما تترك لهم، واشتركت فيهم الأولويات. يعني الحين لما أقول لك الأولويات كثير يمكن تحتار لما أقول لك وش الأولويات، بس مثلا شيء تفكر فيه واجد وشيء تقضي يعني دائما تسويه واجد تقضي فيه وقت، وشيء تبذل فيه المال واجد، هذه الأولويات. يمكن لو تعد الأولويات، لو أقول لك حط 10 أولويات أنت ببالك قبل أن يعني عيالك هم من الأولويات وبر أبك بهل أبك أبوك، يمكن تلقاه رقم 8 و9 و7. ترى حقيقة صحيحة. شوف لقمان حكيم وترك يعني وصى ولده بأشياء عجيب. الحين أنا لما أجيب واحد وعنده بيتكلم عن شيء مثلا، فقبل لازم أقدم لك قبل مقدم إن هذا يعرف وإنه سوى وإن عنده تجربة. فالله زكى لقمان قال أتيناه الحكمة. فلقمان أول ما قال لولده الأولويات التوحيد، ثم قال له بر الوالدين، ثم قال له الخشية من الله، ثم قال له الصلاة، وثم قال له بعد الصلاة اللي هو الأمر بالمعروف. فهو قدم له الأولويات. مقصود إنه يكون بالحياة لا تهويل ولا تهوين، يعني لا تهول الشيء مرة مرة ولا تهونه. وحتى الناس يعني أنت تخشى نقدهم ولا تخشى فقدهم، لا تهول. في ناس لا تخشى فقده ولا تخشى نقده، وحتى هذا اللي تخشى نقده هل هو اللي خلقك؟ هل هو بيده تغيير شيء؟ هل هو بيده نقد بناء؟ اي ما عليها. ما حتى الشعراوي له كلام عجيب رهيب، بطل كلامه، يقول لا تخشى الناس فان اقصى ما يستطيعون يسوونه لك انهم ينفذون قدر الله فيك. بس المقصد ان ابن القيم يقول ارضاء الناس لا مأمور ولا مقدور ولا مأثور، يعني انت لن تقدر على ارضاء الناس وتكمم افواههم، ولا مأمور ما امرك الله فيه، ولا مأثور ما اجتمعوا على أحد أنهم قالوا أنه هذا صحيح، والله أنهم هذا صحيح. الناس المقصد يعني أنك ما تخاف من نقد الناس. ليش؟ إذا كنت ما تسوي شيء خطأ. الناس ما سلم منهم البعيد الذي لم يجالسونه، ولا الغريب الذي لم يعرفونه، ولا الميت الذي في قبره. فضيل بن عياض له كلام عجيب، يقول من عرف الناس استراح، ما تقدر ترضيها. والشافعي يقول ارضاء الناس غاية لا تدرك. الفضيل يقول الناس لا يعجبهم أحد، يعني معنى كلام ولا يرضيهم شيء. الناس ما سلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، كاهن، مجنون. هذاك يقول اعدل يا محمد، حطوا الشوك في دربه، حطوا سر الجزور على جسمه. الله يقول الموسى وهو من العزم وألقيت عليك محبة مني، يعني اللي يشوفك يا موسى يحبك. مع ذلك ما سلب موسى من الكلام عليه السلام. ايش يقول؟ يقول لو صاحب والله لو صاحب الإنسان جبريل ما سلم من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تترى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل في الله وفي رسله زورا عليهم وهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله وأحب خلقه فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل.